اوكي، انا مش هقول لحاجه غير انه فوضى الشارع بتعكس فوضى الفكر. احنا بنفكر غلط وما عندناش رادع، وحاسين ان احنا ممكن يعني يتجاوزنا القانون او نتجاوز القانون، فالقانون ما يعرفش يقفشنا، فينتهي بنا الحال ان احنا نعمل الجريمه ولا نعاقب عليها. لازم يكون القانون رادع. احكي لي حكايه واحده صغيره. مره كان ليا صديق في امريكا، والسور بتاع نص وقع، فحب ان هو يستنصح شويه ياخد بتاع نص متر، راح عمل نص متر وعمل كذا كذا، عارف عملوا ايه؟ قالوا له انت هتشيل وهترجع السور القديم، وغرامه مش فاكر كان رقم 3000 دولار ولا حاجه. ده مصري؟ اه مصري. اه مصري كان والله. اه هستنصح، عايز ياخد نص متر مش اكتر. هو مش عارف ايه كان عايز يعمل ايه، فقصه كده. لا البتاع ده عايز اقول لك، ده العقوبه جات له في اسبوع، يعني خلال اسبوع هو خلص. لا لا لا، هو اسبوع كذا كذا كذا، رجع واعمل كذا، ولو ما عملتش هنعمل عليك حاجه تقتلب كريمنال، يعني دي حاجه مدنيه بتعويض ورجع حاجه زي ما كان.